فما جرى من اعتداء صارخ على بعض إخواننا في الأمن هذا لا يقره شرع الله عز وجل، وما رأيناه من تلك الصور المشينة والتي عُملت باسم الدين هذا في الحقيقة فيه إساءة لدين الله عز وجل. وليعلم أولئك أن هناك عذاباً يترصد لهم كما قال عز وجل في سورة النساء، فأين حق هذا القتيل؟ وهؤلاء الشرطة وهؤلاء رجال الأمن نعرف الكثير منهم من أهل الصلاح من أهل الخير والاستقامة، نعرف الكثير منهم، فأين حق هذا القتيل؟ وأين حق الله عز وجل؟ وأين حق أقرباء هذا القتيل؟ فليتق الله عز وجل أولئك. وقد تحدثت فيما مضى عن هذا الموضوع بإسهاب كبير كثير، لكن هذا من باب التذكير. وليعلم أيضا أن هذا الصنيع هو صنيع الخوارج.